يا مرحبا شباب بقناة كسلان جيمر. بهذا الفيديو عندي لكم سيارة ما كنت اتوقع ابدا اني راح اقدر اسوقها بسايبر بانك، اللي هي سيارة الشرطة هذه اللي من ورا شوف كيف حاطين اطارات عليها حديد. توقعت انها كده بس منظر يعني ما تمشي، لكن لما شفتها هنا في جنب الميناء قربت عليها ولقيت مكتوب ادخل. اوه، لأول مرة تفوت بسيارة الشرطة مصفحة. اوه، الحين زي ما انتو شايفين هذه السيارة هي سيارة اللاعب في نفسها، هي سيارة في نفسها بس انه مدرعة. شوف هذا من ورا كيف الاضواء، شوف كيف زمورها. عيبها وحيد انك ما راح تقدر تسوقها من قدام بهذا الشكل عشان في شبك على الزجاج امامي، عشان كده من الافضل انك تسوقها من بعيد. سريعة كمان.